حياتك ملكك وانت اللي تتحكم فيها وفي قراراتك، لكن في يوم من الأيام راح يدخل إنسان لحياتك لدرجة تغير فيه بزاف حاجات. كي تتعرف على شخص، زوج، خطيب، صديق، صديقة، حبيبة، ويولي جزء من حياتك، راح تتأثر به، راح يأثر على طريقة تفكيرك وحياتك ونفسيتك، حتى ممكن يأثر على أحلامك، حبيت ولا كرهت. هذا الشخص راح يخلي أثر فيك، وديما خليك حذر من هذه النقطة. إذا كان هذا الإنسان مش مساعدك ولا يلعب لك على المورار ولا يحسك بالنقص، دير له حد. وفي المقابل كاين ناس تخليك تطور من نفسك وتخليك تكتشف روحك أكثر وتحب نفسك أكثر. ربي يجمعنا بناس الخير. يا نعطيك نصيحة من عندي، احذر من الذي يسامح بلا حدود، لأنه إذا رحل لن يعود. فمن يتجاهل أخطاءك ليس مغفلا، وفقط لا يريد خسارتك، ولكن سيأتي يوم لا يستطيع فيه حتى سماع أعذارك. فلا تجرح أحدا ثم تعاتبه على ردة فعله. قلوب الأوفياء التي تحب حين تخذل لن تعود كما كانت أبدا، فلا تتمادى في أخطائك.